بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل وتعلن انطلاقة شوط الختام. شوط الختام المخصص للأبكار الحقائق، متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع. تابعت أشواط مثيرة وتحديات في صباح هذا اليوم في 9 الأشواط اللي انتهت، وكان الافتتاح مع شعار محمد بن أحمد بن حسن العامري، وقدم أيضا متعبة بالشوط الأول بن عنودة قدم نايف. عناوين أشواط صباح هذا اليوم، ولكن المسيرة تسير مع انطلاقة شوط العاشر اللي أعلنه بن ديمة محمد منذ لحظات، ونسير مع دمعة اللي افتتحت إذاعة الشوط محمد بن أحمد بن نباح العامري، ينطلق إلى مقدمة الشوط ويقدم دمعة على المركز الأول. تليها في المركز الثاني منصورة سهيل بن حمد بن قرين العامري، من يقدم منصورة أو وصل كم بن قمشة أو وصل عبد الله بن سهيل بن قمشة العامري. يا سلام يا سلام يا قطنة، يا سلام يا قطنة، تغير من مركز إلى مركز. شوف الخامسة الرابعة اللي تدخلت دخول مميز، جواهر سالم بن عامر العامري. أما في المركز الخامس بالقرين، بالقرين مع أيضا هزر حمد بن محمد بالقرين العامري. يا سلام، هذا اللي يسجل النقاط، هذا اللي يصوبهن. أيضا رعى الخشمة يكون له حضور كبير حينما تحط الهجم باسمه، وهو بالقرين وصل. حمد بن محمد بالقرين وصل بالاسم، وصل بالمتابعة، وقدم هذه البكرة المميزة، تنطلق إلى المركز الرابع، تحمل رقم 14 واسمه هزر باسم حمد بن محمد بالقرين العامري. هزر طيب فيها يا رعى الخشمة، هزر الهزر طيب فيها، موقعها الرابع. الخامسة بنشوف، الخامسة 19 مزون سهيل بن مبارك بالقرين العامري، الخامسة لسهيل بن حمد بالقرين العامري واسمه منصورة، اسمه منصورة الساتة. وصل سلطان بسليم بن سالمين الوهيبي بدوره، وصل بدوره مشاهدينا الكرام. ولكن بنعود لكم إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى المقدمة، لأنها الأسماء تدخلات تحركات، وغير سالم بن عامر العامري، غير جواهر. يا جواهر يا جواهر، يا سلام جواهر على المقدمة، شوط الختام يا سالم يا بن عامر يا العامري. ولكن بن قمشة خطير، قطنة 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 قطنة، عبد الله بسهيل بن قمشة، هذا الولد الشاب، هذا الولد المتحمس لدخل في عالم سباقات الهجن، يقدم قطنة، يقدم قطنة وترفع راية الخطورة. شوط الختام اليمن، يلا يا ابو احمد محمد بن احمد بن نباح العامري، ياتي بدمعه وبعدها تعارك، لا زالت في قمه المعركه. هزر مع حمد بن محمد بن قرين، مع حمد بن محمد بن قرين، ترفع رايه الخطوره وتنطلق من مركز الى مركز. شوف يلي عابره، مزون خالد بن هادي بن بيحان المنهالي، تاخذ الخامس، السادس سلطان بسليم بن سالمين الوهيبي. لكن بنعود، بنعود الى المقدمه، بنعود الى الصداره. يا سلام يا سلام يا سلام، سالم بن عامر العامري، سالم بن عامر العامري، وجواهر جواهر جواهر، هذه عندها صايل سالم عامر، والكل نازل بيصيل. بنشوف هني الامتحان في ساحة الميدان، ساحة الميدان هو اللي يحكم، هو اللي يحكم. يا سلام، الثاني قطنة، الثاني قطنة، عبد الله بن سهيل بن قمشة، ترفع راية الخطورة، بالقرين واصل، بالقرين واصل، بن بيحان غادم، الأسماء تقترب. يا سلام، سالم بن عامر العامري لازال مسيطر على المركز الأول، السيطرة التامة، السيطرة التامة. جواهر قطنة قطنة قطنة، عبد الله بسهيل بقمشة العامري، الثالثة البن بيحان، مزون خالد بن بيحان المنهالي، بالقرين هزر هزر، تكفي وتوفي. إذا سالم بالقرين فزت بالمركز الأول، خلنا ما نتابع. لكن قطنة قطنة يا قطنة يا قطنة، جواهر وقطنة وبن بيحان، مزون 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 مزون، جواهر ومزون، ولا قطنة ولا مزون، غيرت مزون الخير، غيرت مزون الخير في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لخالد بن بيحان.
بيحان، خالد بن هادي بن بيحان المنهالي، وهذه مزون الثاني قطرة مع بن قمشة قدمت كلمة في الكفاية، الثالث الحمد بن محمد بن قرين، الرابع سالم بن عامر العامري، الخامس سلطان بن سليم بن سالمين، الساتة الساتة مجاهدين الكرام شواهين لمسلم بن حفلة حفلة حق مسلم بن حمد بن متعب العامري أو متعب بن حمد، عموما على كل حال توقيت بنشوف 4:52 ثانية، تهانينا والناموس لمالك مزون خالد بن هادي بن بيحان المنهالي، مقدم مزون بهذا المستوى المميز، تهانينا له والناموس، وتهانينا لكل من فاز في أشواط صباح هذا اليوم.